هذا سائل يقول: بماذا نخاطب زوجة الأب؟ وهل تحرم زيارة زوجة الأب المطلقة إذا لم تنجب؟ خاطبها بأنها زوجة أبيك، خاطبها بأنها زوجة أبيك، أو تقول يا فلانة، تسميها باسمها، سميها باسمها، ويجوز لك أو أنك تزورها بعد طلاق أبيك لها، لو كانت ما هي مع زوج أو مع زوج آخر، أنت محرم لها ما دام أبوك قد عقد عليها، تكون أنت محرما لها، تزورها ولو كانت مطلقة أو عند زوج آخر، تحريم لا يزال، أنت محرم لها إلى الأبد، أنت محرم لها. نعم.